يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تسأل عن كونها إذا صلت صلاة الليل تصلي ركعتين ركعتين، لكن قد تقرأ في الركعة الأولى آيات فيها سجدة، فتقول يعني سورة العلق مثلا أقرأ باسم ربك، أي نعم، فتقول أسجد ثم لا تطعه واسجد واقترب، أي فأقوم وأظن أني أن هذه ركعة انتهت وأبدأ في ركعة ثانية. على كل حال هي تجتهد، أما إذا نسيت فالله لا يؤاخذها بالنسيان، والسهو له أحكامه، فتجتهد، فإذا عرفت أنها ركعة واحدة أتت بالركعة الثانية، وإذا عرفت أنها ركعتين وقامت للثالثة ترجع وتسلم الثانية وتسجد قبل سلامها للسهو، والله أعلم. نعم.